رب عيدك؟ اهو اتكلم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين المسلمين. بص احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ انا هقول لك احنا بنتكلم على ايه. ايه رايك في البنات بتنزل الجيم؟ لا جامده قوي بصراحه البنات بتنزل الجيم. حاجه كويسه والله يعني. لا والله حاجه كويسه. جميل. لا بجد والله حاجه كويسه ان في بنات شكلهم مع حياتي اليومين دول والله. فالجيم والجري والرياضه، الرياضه ذات نفسها حلوه يعني. المحشي والقرف ده. والله دي حاجه قرف. عادي ليهم حريتهم انهم ينزلوا الجيم. انت جاي تسقط. ايه؟ انت جاي تسقط. لا اشقط ليه بس؟ عشان البنات على اليوتيوب بتقول الله الواد الجميل ده اللي بيقول. لا والله اصل زي ما احنا بننزل جيم وبنعمل فورمه هم برضو بيتخانوا ولازم يخسوا. بنات محترم. ليه بقى؟ انا اقول لك عشان هم بيحافظوا على صحتهم. تمام؟ ولو بيحافظوا على صحتهم هنحبهم اكتر. والله حاجه كويسه ورياضه كويسه. وبيجروا الساعه 7 الصبح كل يوم وبياكلوا 70 بيضه، احنا ما بنعملهاش انت فاهم؟ عشان خاطر كمان يبقوا هم يعني بنات رياضيه، وده حاجه كويسه مش عند الشباب اصلا دلوقتي. ابتدى الشباب اللي هم بيلعبوا جيم والكلام ده بيبص للحشيش والمخدرات انت فاهم، واللي هو تحت الكوبري يشم كله. يا تبنونهم البيوت يا تنفرونهم الكله. بنات احلى قبل الجيم ولا بعد الجيم؟ لا البنات طبعا بعد الجيم، ده حاجه طبيعيه. لا ده سؤال صعب، ده ما جربتوش بصراحه يعني، ما شفتش حاجه قدامي لسه. تعالى يا خبره، تعالى تعالى. البنت احلى قبل الجيم ولا بعد الجيم؟ لا في الاثنين. الاثنين. انا بحب البنت في الاثنين. انا احبها في الاثنين. انا من المهم تكون بنت. الله الله. دلوقتي البنت واقفه قدام المرايه وماسكه الدمبل في ايديها وعايزه تتصور بيه. هتصور ازاي؟ هما تمسك الاثنين ونص كده تقول لها بصي 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 تلاقي يلا صوريني صوري الحته دي عشان احطها على النت. على النت على النت على عينت عليه. لو خطيبتك قالت لك انا رايحه الجيم هتقول لها ايه؟ باليه. اقول لها باليه والله. جيم ايه يا عم؟ اقول لها روحي طبعا، ده حاجه كويسه ليا انا طبعا. تبقى مراتي وانزل معاها في نفس الجيم. نفس الجيم؟ تمام. وهترضى ان في واحد مدرب يدربها؟ امال انا هنزل معاها ليه يعني؟ هتتدرب معايا انا وهي مع بعض. عادي تروح طالما جيم نسائي مع بعضيهم. يعني نساء بس وكده وعايزه تلعب تدريبات تروح. مفيش اي مشكله بالنسبه لي. لا عادي. هقول لها عاش. عاش يا بطل. والله والله عاش يا بطل. بس وصور لي الجيم بقى واصحابها في الجيم. لو انت وافقت صح؟ تمام. قالت لك هات حق الاشتراك. لا مش هديها طبعا. هقولها عند ابوك. هديها حق الاشتراك ليه يعني؟ انا موافق بس مش هدفع اشتراك. ده اللي فارق معايا. بس يكون جنب البيت برضه. دلوقتي تخيل ان في بنت بتشجع صاحبتها وهم في الجيم، هشجعها ازاي؟ هتقول لها عاش. لا فاهم كده؟ بنت مش ذكر. بنت بتشجع صاحبتها في الجيم هتشجعها ازاي؟ هي منى هي منى هي اجمل يا برضو. ده انت حماس. ده انت تمام. لا انا عايز بنت زميلتها. لو بنت زميلتها هتشجعها بقى. بنت زميلتها هتشجعها؟ تقول لها يا يلا يا جوجو يلا اجيب لك رقم كريم صاحب احمد. يا فاهم اللي هو ايه 10 زياده ولا ايه مش فاهم. مثلا ايه يلا لو كملت النص ساعه دي ممكن اجيب لك ايه رقم احمد صاحب كريم. كريم اللي هو ماشي مع الثاني. يا وحشه كده. شجعها اسد يلا والكلام ده. اسد يلا. عادي بقى تتزوج شباب. انت جميل. والله. وهو اجمل. انا اجمل طبعا. لا تعال 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 سلم على اخوك. والله سلم على اخوك. سلم على اخوك عشان بتكل على الله. سلم على اخوك. سلم عشان تكل على الله. يلا يلا عدي. صح صح. لو جيت حبيبي طب هنعمل ايه؟ اقف كده كده بس كده. دم رجلك بقى. اتكلم. دم رجلك يا عم. داخل طب. ايوه بس كده اهو. محمد ابراهيم بقى. انا عندي ساس. دي نغمه تحطها. اصل كان في العيد فما لحقتش بقى. كنسل بقى. اكنسل. كنسل بقى. ما او اقول لك على حاجه. اقول لك حاجه احلى. افتح عليه واقفل من غير ما ترد. يا عم ده يشتم رصيده. لو بنتك جات لك قالت لك ابا انا عايز انزل واحد الجيم اتمرن. ابا. لا ابني بقى مش بنتي خالص دي. لا ده انا انزلها مع الشباب. انزلها بعد ابا دي تنزل مع شباب عادي. بنتي. والله عاش يا بطل برضه. عاش والله. تقول لي بنتك يا بطل. عاش يا بطل. انت مش هقول لك انت ولا اقول له هو؟ تقول لي مين؟ اقول لي اللي بيذيع. انا اللي بيذيع. انت انا خلاص. بص هقول لك اعلي صوتي. ماشي. بيسو. كده بعت رساله. معلش. اتفضل.
بس عايز اقول لماما تسيب المفتاح عند خالته وحسن اللي تحتينا عشان هاجي متاخر. شكرا يا ماما. شكرا. سلمي على تيتا. الثقه في الله كده.